أنهت مجموعة الاتصال حول ليبيا اجتماعها في العاصمة القطرية الدوحة بالاتفاق على مجموعة من النقاط، من أهمها تقديم الدعم الإنساني للمواطنين الليبيين المحاصرين وضرورة رحيل العقيد الليبي معمر القذافي عن سدة الحكم من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. أكدوا على ضرورة تنحي القذافي من الحكم حتى تصبح هناك عملية سياسية شاملة يمكن للشعب الليبي من خلالها تحديد مستقبلهم. وقررت مجموعة الاتصال كذلك تقديم الدعم المالي للمعارضة الليبية لتمكينها من إدارة الوضع في ليبيا، كما دافع المجتمعون عن العمل العسكري الذي تقوم به قوات حلف شمال الأطلسي ضد قوات العقيد الليبي معمر القذافي.